بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن نبدأ اجتماعنا 32 للعام الروتاري 2006-2007، ومعنا اليوم برمزان شامخان لنسيج هذا الوطن، قمة من قمم الدعوة الإسلامية وإمام هذه الأمة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد السيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر. وقمة الكنيسة القبطية في مصر وبلاد المهجر وسائر أفريقيا، قداسة البابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المقصية. كما يسعدنا أن نكون في ضيافة السيد اللواء عادل لبيب محافظ الأسكندرية، والوالد العزيز دكتور حسن عباس حلمي محافظ المنطقة الروتارية 2450. بنشكر حضراتكم، واسمحوا لي باسمكم جميعا أنا بشكر أعضاء نادي روتاري سبورتنج اللي هم ساهموا معايا في هذا المجهود. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، صدق الله العظيم. إن من المسلم به التقاء الشريعتين الإسلامية والمسيحية واتفاقهما على أن السلطة الدينية وأساس الدين والعقيدة هو الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر. إن مصر التي ورد على أرضها موسى وهارون هي مصر التي احتفت بالمسيح وعائلته المقدسة، وكما احتضن ترابها الطاهر رفات أهل بيت خاتم الرسل محمد عليه السلام ممن فضلوا العيش بها واختصوها دون سواها وطنا وديارا، هي ذاتها التي يحتضن سراها مرقس الرسول عندما جاءها مبشرا. إن عنصري الأمة على مر العصور يمثلان دائما نسيجا واحدا تألف من علاقات اجتماعية حميمة وتفاعلات حضارية ظهر واضحا منذ الفتح العربي لمصر، فقد أكد المؤرخون أن قبط مصر هم الذين قاموا ببناء الأسطول العربي في بداية العصر الأموي. ومن المؤكد أن بعض خلفاء بني أمية قد استعان بقبط مصر في بناء مسجد دمشق والمسجد الأقصى وإعادة بناء المسجد النبوي بالمدينة المنورة، كما أن الكعبة المشرفة ظلت قرونا طويلة يكسوها النسيج القبطي المعروف بالقباطة المصرية. لقد ظلت مصر دائما بعنصريها المسلم والمسيحي على مدار عصورها، فلم ينسى تاريخ مصر قبطي الأسعد شرف الدين والوجيه مفضل كاتم سر شجرة الدر وابن نصر الله وتومة. ولقد ظل هذا التلاحم جيلا بعد جيل، فلم تنسى مصر ولم ينسى شعبها ويصى واصف ومكرم عبيد متحابة بن حاس باشا. وإذا كان الشعب المصري يفتخر بجلال الدسوقي أحد أبطال 56، فهو أيضا يفتخر ببطل القبطي اللواء رؤوف محفوظ بطل معركة شرم الشيخ سنة 56. إن التاريخ سيظل شاهدا على قادة أكتوبر مبارك والمشير أحمد إسماعيل والجمصي، كما سيظل شاهدا على قيادة القبطي المصري فؤاد عزيز قائدا للجيش الثاني في حرب أكتوبر. إن مصر وشعب مصر أقسموا جميعا فيما بينهم على التمسك بوحدتهم الوطنية، مؤمنين بواصرها مدافعين عنها مهما كانت الفتن ومهما كانت الأطماع ومهما كانت التدخلات السافرة ومهما كانت التضحيات. وعاشت مصر وعاشت وحدتها وعاشت يد الإسلام المسلم والمسيحي يدا بيد لمحاربة العدو المشترك المادية واللادينية التي ترفض الإيمان بالله وتحارب الدين علنا ومن وراء كل ستار. وفي النهاية ننتظر مصر جميعا وشعبها دور الكنيسة المصرية ومشيخة الأزهر بما يمتلكان من رصيد ومدخر ديني في القلوب لوقف أطماع الصهيونية في القدس ومحاولات النيل من محرب الثالث المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى رافعين أغصان الزيتون بيد السلام بين الأديان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة السيد محافظ المنطقة الروتارية الدكتور حسن عباس حلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا حضر الماء بطل التيمم، ولا أعتقد أن من كان مثلي يستطيع أن يتحدث في مثل هذه الليلة، ونحن في اشتياق إلى استماع فضيلتكم وقداستكم.
الليلة بالنسبة لنا عيد الحب الحقيقي، وهذا الجمع يمثل الحب الحقيقي لكل مصر وكل أهل مصر، واجتماعنا حول القيادتين الدينيتين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد السيد طنطاوي وقداسة البابا شنود السادس. أترك الكلمة لمن كان بعدي، شكرا. كلمة السيد اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الحضور، وأرحب بفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي وقداسة بابا شنودة. وإحنا النهاردة طبعا أنا بعتبر النهاردة بالنسبة لنا أنا بعتبرها يوم لا هيبقى له ذات معنى خاص، لأن أكبر قيادتين دينيتين موجودين معانا دلوقتي. وإحنا مش عايزين نطول طبعا، إحنا طبعا أنا بقتصر على الترحيب لأن نترك لهم المجال، لأن في بعض التساؤلات اللي بتدور في الأذهان هتوجه لسيادتهم، وأتمنى إن شاء الله إن الإجابات تكون يعني رد على كل التساؤلات الموجودة في أذهاننا جميعا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ جامع الأزهر فضيلة الشيخ الدكتور محمد السيد طنطاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. السيد الفاضل والصديق العزيز السيد اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية، السيد الفاضل والصديق العزيز قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، السيد الفاضل الدكتور حسن عباس حلمي محافظ المنطقة 2450، السيد الفاضل والصديق العزيز الأستاذ أسامة الأحمر رئيس نادي روتري سبورتين، السادة الفضلاء الإخوة الأعزاء أبنائي وبناتي الفضليات، عندما نجلس في هذا المجلس يشعر الإنسان منا بالراحة النفسية، ويشعر أيضا بالمحبة القلبية، ويشعر بأن مصر حفظها الله وحماها وأدام عليها نعمة الأمان ونعمة الرخاء ونعمة السلام ونعمة الاطمئنان. عندما يجلس الإنسان منا بين إخوة كرام وبين أخوات فضليات يقول ما قاله الصالحون من قبلنا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام دائما يولد السلام، والمحبة تولد المحبة، والكلمة الطيبة تولد أيضا الكلمة الطيبة. والقرآن الكريم بيّن لنا بأن من صفات الأخيار أنهم هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ونحن نؤمن بأن الناس جميعاً سواء أكانوا في أقصى الشرق أم في أقصى الغرب أم في أقصى الشمال أم في أقصى الجنوب، هم إخوة في الإنسانية، كلهم ينتمون إلى أب واحد وإلى أم واحدة. والقرآن الكريم أكد هذا المعنى في آيات متعددة، منها قول الله عز وجل:
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للناس جميعا فنحن أبناء مصر من مسلمين ومن مسيحيين نعيش على أرض واحدة تظلنا سماء واحدة نستنشق من هواء واحد مصالحنا مشترك مصالحنا مشتركة كل خير يأتي لمصر يأتي لنا جميعا من مسلمين ومن مسيحيين. لذلك عندما نجلس في هذا المجلس الطيب المبارك بدعوة من نادي روتري الإسكندرية نشعر كما قلت بالمحبة الخالصة وبالراحة النفسية ونشعر بأننا جميعا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. الخير الذي يأتي لأخي المسيحي يأتي لي والخير الذي يأتي لي هو أيضا لأخي المسيحي وكلنا والحمد لله أبناء وطن واحد. وأنا شخصيا دائما أقول كل من يحمل الجنسية المصرية يتساوى في الحقوق والواجبات لا فرق بين مسلم ومسيحي. المسلم بيدفع الضرائب والمسيحي بيدفع الضرائب. المسلم بيدخل الجيش في سن معينة ومثله المسيحي. عندما قامت الحروب السابقة حرب 48 حرب 56 حرب 67 حرب 73 الذين اشتركوا في تلك الحروب لم يكونوا من المسلمين وحدهم أو من المسيحيين وحدهم وإنما الكل مسلم ومسيحي يدافع عن دينه وعن بلده وعن ماله وعن كرامته. وأن سبق أن قلت بأنه في حرب 73 كان لي أنا شخصيا أحد الأقارب شارك في هذه الحرب أصيب خلال المعركة. من الذي حمله على كتفيه وأوصله إلى المكان الذي يعالج فيه؟ كان زميله المسيحي الذي بجانبه في ساحة المعركة. لما؟ لأننا نعتقد بأن هذه الأخوة أخوة صادقة محبة خالصة لوجه الله. هذه المحبة ثمارها كبيرة ثمارها المادية والمعنوية والروحية ثمار كبيرة تجعلنا جميعا نلتقي على فهم واحد وعلى أخوة صادقة. والمعطي للخير إنما هو الله عز وجل. الله عز وجل يعطي الجميع ويزيد من العطاء كلما صفت القلوب وكلما طهرت النفوس وكلما سادت المحبة في المجتمع وكلما شعر المسلم بأن كل خير يأتي لأخيه المسيحي هو له ويشعر المسيحي أيضا كل خير يأتي إليه هو أيضا لأخيه المسلم وكلنا نعمل من أجل أن نرى مصر أن نرى مصر والحمد لله تعيش في أمان تعيش في اطمئنان تنبز العصبية البلهاء تنبز التعصب الأعمى
لأننا نرى من حولنا، نرى من حولنا دولا القتل والتخريب وكذا 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 وكذا، وهذا يؤدي والعياذ بالله إلى ضعف الأمة. نحن عندما نجلس سويا بقلوب نقية وبمحبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وبتعاون على البر والتقوى، وبسلام، ونحن نعلم بأن لفظ السلام اسم من أسماء الله عز وجل، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فنشكر نادي روتري اسكندرية سبورتنج على هذه الدعوة الكريمة. نشكر أيضا السيد الفاضل والصديق العزيز اللواء عادل لبيب أيضا على هذه الدعوة الكريمة، ونشكركم جميعا فردا فردا، رجالا ونساء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، وفي ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقى الخالق عز وجل، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم الأسئلة، يعني الورق موجود قدامكم، ياريت نجمع الأسئلة. نلتقي مع قمة الكنيسة القبطية في مصر وبلاد المهجر وسائر أفريقيا، قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. سيادته تفضل. باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، أحييكم جميعا يا إخوتي وأحبائي، أحيي اللواء محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب، وأحيي أخي وصديقي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور الطنطاوي، وأحيي نادي الروتري بصفة عامة ونادي الإسكندرية بصفة خاصة. وأنا كثيرا ما أحضر بدعوات من نادي الروتري سواء في القاهرة أو في الإسكندرية، ولا أجد في كل فروع هذا النادي إلا روح المحبة والألفة والتعاطف، ولا فارق بين مسلم ومسيحي. أشكرهم أيضا على اختيار موضوع السلام بين الأديان ليكون موضوعنا في هذه الليلة. في المسيحية السلام أرض هام، وعندما ولد المسيح سبحت الملائكة وقالت وعلى الأرض السلام، وهو قال سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، وقال أي بيت دخلتموه فقولوا سلام لأهل هذا البيت. وفي المسيحية السلام من ثمار الروح، ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناه ووداعة وتعفف وصلاح وإيمان إلى آخره. فالسلام أمر هام، والسلام هو الذي يجمع الملائكة في السماء بروح واحدة لا يختلفون إطلاقا. وفي آية في الكتاب المقدس تقول على قدر طاقتكم إن استطعتم سالموا جميع الناس. والمقصود على قدر طاقتكم إن استطعتم سالموا جميع الناس إن في بعض أشخاص لا تستطيع أن تسالمهم لعيب فيهم هم وليس لعيب فيك أنت. فمثلا إنسان ينافسك
ويتمنى لك الشر من أجل أن ينتصر عليك. مهما حاولت أن تسالمه لا تستطيع، أو إنسان يحسدك مهما فعلت قد لا تستطيع، أو مدير ظالم مهما حاولت أن ترضيه لا تستطيع. لكن على قدر طاقتك إن استطعت سالموا جميع الناس. بل المسيحية تقول أكثر من هذا: أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. والمسيحية من جهة السلام قالت إن قريبك هو كل أخ ليك في البشرية، كما سمعتم من فضيلة الإمام أيضا. وفي المسيحية أيضا: إن جاع عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه. وقيل أيضا: ثمر البر يزرع في السلام. فإن كان الإنسان عليه أن يحب أعداءه، فكم بالأكثر إخوته ومواطنيه الذين يعيش بينهم وتربطه بهم عناصر كثيرة من المودة ومن حسن الجوار. يبقى مسألة الحوار الديني بين الأديان كما هو في موضوع الندوة في هذه الليلة. مفروض أن الحوار الديني باستمرار يهدف إلى ربط الناس ببعضهم البعض والتقريب بين المفاهيم وليس العداوة إطلاقا. وأخي فضيلة الإمام وأنا متفقان معا على أن الحوار الديني يكون في المساحة المشتركة بيننا ولا يدخل في الخلافات العقائدية أو اللاهوتية إطلاقا. والمساحة المشتركة بيننا هي مساحة واسعة جدا، فكلنا نؤمن بالله، نستطيع بهذا الإيمان أن نتعاون معا ضد الإلحاد والنظريات التي تشبه الإلحاد إلى حد ما، وننشر الإيمان بالله نفسه. ونحن نؤمن بأن هذا الإله هو الإله الخالق الذي خلق الكل، وبدونه لم يكن شيء مما كان، وأن هذا الإله هو الوحيد المعبود والوحيد المسجود له في السماء وعلى الأرض، والوحيد العارف بالقلوب وفاحص الأفكار، والوحيد الديان العادل في اليوم الأخير، والوحيد الموجود في كل مكان. كلنا نتفق في هذه الصفات معا. أما المناقشات التي تهدف إلى التباعد إذا كانت في الحوار الديني، فيسميها الكتاب المقدس المجادلات الغبية، ويقول: أما المناقشات الغبية فابتعد عنها، أي التي تؤول إلى الفرقة وليس إلى الوحدة. وأيضا لغة الحوار، مفروض أن لغة الحوار الديني تكون بعيدة عن التجريح وبعيدة عن إساءة أي أحد للآخر، وتكون بلطف وبهدوء بين الناس وبعضهم البعض، بالإقناع بالموعظة الحسنة.
وأحب أن أقول في هذا المجال في الحوار الديني أن كل واحد منا يعرف أن هناك مليارات من الناس يختلفون معه في الدين. هذا أمر لا جدال فيه. يكفي في الصين وحدها أزيد من مليار يختلفوا معك في الدين. في اليابان، في الهند مليارات، وأيضا بين المسيحية والإسلام. فيعني في مليارات يختلفون معك في الدين. فهل الإنسان يعادي كل هؤلاء أم يصادقهم؟ الكتاب المقدس يقول لنا رابح النفوس حكيم، رابح النفوس حكيم. فليعمل كل واحد منا على كسب الآخرين على قدر ما يستطيع. وأنا شخصيا لا أستطيع أن أحصي عدد أصدقائي من المسلمين. إحنا بنحاول نكسب الناس على قدر استطاعتنا. وأيضا في المناقشات الدينية الكتاب المقدس يقول لنا وفي مناسبات أخرى الجواب اللين يصرف الغضب. فكل ما كان الإنسان رقيقا في كلامه، لطيفا في مخاطبته، حريصا على مشاعر غيره، لا يجرح إنسان في عقيدته، بهذا يكسب الناس. أما الذي يجرح الناس في عقائدهم فهو يخسر الناس على طول الخط. وخصوصا إننا في مصر شعب متدين، المسلم ثابت في عقيدته متدين، والمسيحي ثابت في عقيدته متدين. ولذلك جرح الشعور في العقائد أمر لا يوافق عليه أحد. نقول أيضا إن العالم حاليا يتعاون في أمور كثيرة، يتعاون في مجال الاقتصاد، في مجال الطب، في مجال العلم. تجد في العناية بالمرضى وبالمصابين جمعية الهلال الأحمر وجمعية الصليب الأحمر، الكل يتعاونون دون تفريق في الدين أو المذهب. الذين يعملون في مجال إطفاء الحرائق وفي إنقاذ الغرقى لا يفضلون بين شخص وآخر. العلم بيتكلم الناس، جائزة نوبل تعطى لأي شخص من أي دين، من أي مذهب، من أي جنس، لا يفرقون بين هذا وذاك. صدقوني بالنسبة للهند، أتذكر منذ أكثر من 50 عاما كنت أقرأ قصة غاندي وتأثرت كثيرا بقصته لدرجة أنني بكيت وقلت يا رب هذا الإنسان يعرفك في جوهرك وإن كانت عقائده مختلفة، ويعرف مبادئ سامية وإن كان عقيدته مختلفة. وتأثرت بنبل الرجل وسماحته في كل شيء، لدرجة أن غاندي في وقت من وهو هندوسي، يعني من النوع اللي يؤمن ببراهما، جاهد إلى أن وصل إلى استقلال الهند. ولما وصل لاستقلال الهند وجد أن بعض الهنود يضطهدون المسلمين، فصام صياما قاسيا جدا. ولما سألوه لماذا قال لهم نحن لم نكن نكره الإنجليز، إنما كنا نكره الظلم الموجود عند الإنجليز، فإذا الظلم لبس ملابس هندية نقف أيضا ضده. هو ضد الظلم عموما سواء كان عند الإنجليز أو عند الهنود أو عند أي أحد. لاحظوا حاليا ونحن جلوس ها هنا، في الأسبوع الماضي كان الرئيس مبارك
مع شيراك في رئيس فرنسا، مع ميركل رئيسة ألمانيا، وكل منهم مذهبه مختلف، كلهم كانوا يتعاونون من أجل إفريقيا السمراء، ولا يقول أحد منهم ما هو الدين وما هو المذهب، لكن الكل حالياً يحاول أن يصل إلى هذه المحبة وهذا التعاون بين الناس وبعضهم البعض. فإذا كان الناس يتعاونون في العلم ويتعاونون في السياسة ويتعاونون في الاقتصاد، فكم بالأولى يتعاونون في الدين. أيضا أهل الدين حينما يتعاونون يعطون صورة مشرقة عن المحبة التي يوجدها الدين في القلوب وحسن التفاهم بين الناس بعضهم البعض حتى في المجال الديني، ويترك لكل واحد دينه الذي عاش فيه. هل تستطيع أن تقول للصيني لا أتعاون معك لأنك بوذي بتعبد بوذا وعندك صنم لبوذا؟ تقدرش تقول الكلام ده أبدا. هل تستطيع أن تقول للهندي أنا لا أتعاون معك لأنك بتعبد برهما، أنك هندوسي؟ ما تقدرش تقول الكلام ده. العالم بيتعاون مع بعضه البعض في كل المجالات، فلا أقل من أن يتعاون في مجال الدين أيضا. ونحن نشكر الله أننا في مصر نتعاون في هذا المجال، ومصر يوجد فيها أمن لا يوجد في كل البلاد المحيطة بها. وهذا الكلام كنت أقوله أيضا وأنا في أمريكا لما زرت القنصلية المصرية عندنا هناك. إحنا بلاد نشكر ربنا فيها الروح الطيبة وفيها التعاون، وإن وجدت بعض الخلافات أحيانا تكون فردية، لكن الروح العامة هي روح المحبة التي تسود الجميع والتي نرجو أن تستمر على الدوام. ونشكر حسن أنصاتكم. شكرا رئيس البابا. قبل ما نبدأ الأسئلة يعني هنستغل وجود قداسة البابا معنا، وكلنا طبعا بنطمن على صحة حضرتك مسلمين ومسيحيين. شكرا خالص. ونحب نسمع يعني قصيدة شعرية بمناسبة تواجد حضرتك معنا وبمناسبة السلام والحب. طب ولا أي سؤال تاني على بال ما افتكر قصيدة؟ أنا قلت موضوع القصيدة دي عبال ما نقرأ الأسئلة. طيب حاضر أقول قصيدة كنت قلتها في محبة ربنا والتفرغ ليه، على ما أظن الكلام ده كان سنة 61، يعني من قيمة 46 سنة يعني. قد تركت كل ربي ما عداك، ليس لي في غربة العمر سواك، ومنعت الفكر عن تجواله حيثما أنت فأفكاري هناك، في سماء أنت حقا إنما كل قلب عاش بالحب سماك، عرشك الأقدس قلب قد خلا من هوى الكل فلا يحوي سواك. كلام كثير يعني كفاية دول. لا نكمل والله. هي ذي العين وقد أغمضتها عن رؤى الأشواء علي أن أراك، وكذا الأذن وقد أخليتها من حديث الناس حتى أسمعك، قلبي الخفاق أضحى مضجعك، في حنايا الصدر أخفي موضعك. حاجات زي كده. أنا كده جهزت الأسئلة خلاص. حقيقة إحنا
يعني عايزين نستغل لقاء النهارده. احنا حضرنا قبل كده طبعا لقاءات عديده لقداسه سيداتكم وفضيله الامام الاكبر، ولكن احنا عايزين يعني القنوات الفضائيه النهارده بتمارس شيء من الحريه واحنا في عهد الديمقراطيه، فالنهارده بنستغل الوقت اللي هنقضيه مع بعض ان فعلا تساؤلات امور كثيره عايزين ان احنا نرد عليها. هي في اسئله متشابهه كثيره هي كلها بتدور حول اللي احنا ليه بنستنى لغايه ما تحصل فتنه طائفيه، او مش هقول عليها فتنه طائفيه، هو المسلم اخو المسيحي، ونبدا نتحرك ونبدا نعمل رجال الازهر يزوروا ورجال الكنيسه يزوروا، لماذا لا يتم الرد والتعامل مع المشكلات التي تظهر هنا هذا الجانب او ذاك، وتترك الامور نهيا للاشاعات والتفاقم، ثم بعد ذلك وبعد ان تتكهرب الاجواء وتزداد النفوس شحنا بالكراهيه يصدر بيان ضعيف سواء من الازهر او من الكنيسه، وسرعان ما ينسى الجميع ولا حلول، انتصار لحادثه اخرى. نرجو ان تمارسوا دور سيادتكم، فانتم قمه الازهر وقمه الكنيسه. قداسه البابا شنودة تفضل. انا طبعا اؤمن بهذا التقارب وهذا الاندماج. زمان قبل ما اجي في مسؤوليه الحاضره كان في مبدا معروف يقال البابا يزار ولا يزور، فانا بقيت ازور الكل. يعني ربما لاول مره احد باباوات الاسكندريه ياتي الى مثل هذه النوادي الطيبه، نادي الروتري او نادي اللايونز او نادي الصيد الى اخره، ويتكلم. ما كانوش بيعملوا كده، لكن انا احب الاندماج مع الناس. وايضا بزور المستشفيات، ما كانش فيه ايضا قبل كده حتى بيزور المستشفيات، ولما ازور المستشفيات اشعر انني ملك لكل مريض. يعني جايز اروح بغرض زياره مريض معين، لكن لما اروح ازور الكل مسلمين ومسيحيين. اتذكر اننا زرت الفنان أحمد زكي، وزرت مصطفى أمين وهو مريض، وزرت مصطفى حسين وهو مريض، وزرت الشيخ الشعراوي وهو مريض، وزرت المسيحيين. وأيضا أتكلم في النقابات، وأتكلم في أماكن عديدة وفي بعض الكليات الجامعة، فبحب أختلط بالناس. ومن نواحي الاختلاط علشان يرتبط المسيحيين والمسلمين مع بعض، حفلات الإفطار التي أقمناها منذ حوالي 20 عاما في الكاتدرائية المرقسية في القاهرة، ثم انتشرت بين كنائس القاهرة، ثم انتشرت في المحافظات، ثم انتشرت في بلاد المهجر أيضا. تلاقي حفلة إفطار تقام في فرنسا، حفلة إفطار تقام في أمريكا، حفلة إفطار تقام في كندا بمناسبة شهر رمضان، عشان نتقارب كلنا مع بعض. وأنا في نفس الوقت أحضر حفلة الإفطار التي تقام في وزارة الأوقاف، وأحضر حفلة الإفطار التي يقيمها دار القضاء أو وزارة العدل، وبنختلط بالناس بعضنا مع بعض. بل أكثر من هذا أيضا أختلط بالناس في الجرائد وبمقالات أنشرها في الأهرام، في أخبار اليوم، في الجمهورية سابقا إلى آخره. فإحنا عايزين نندمج مع بعض ونعيش مع بعض، وما زلنا لغاية دلوقتي بنتقابل في الأعياد ونهنئ بعضنا البعض. أنا في أيام أعياد إخوتي المسلمين أزور فضيلة الإمام شيخ الأزهر، وأزور وزير الأوقاف، وهم يزوروني في أعيادنا إلى آخره. فإحنا بنحاول نندمج مع بعض، وما نحبش أبدا يوجد نوع من التباعد، لأن مش من صالحنا. كلنا أولاد وطن واحد وأرض واحدة. وكما سمعتم برضو من فضيلة الإمام إن البلد بتاعتنا الخير اللي فيها للكل، وأي ضرر لا سمح الله يصيب الكل. ربنا يحفظنا من كل ضرر. فضيلة الإمام الأكبر
كيف نستطيع أن نقوي أواصل الترابط بين الدين المسيحي والمسلم حتى لا نجعل أعداءنا يفرقون بيننا ولا يحدث ما حدث في لبنان؟ نستطيع والحمد لله أن ننتقل من قوة إلى قوة، ومن محبة إلى محبة، ومن أخوة إلى أخوة، عندما نعيش العصر الذي نعيش فيه بعقول متفتحة وبقلوب نقية بعيدة عن التعصب الأعمى، بعيدة عن العنصرية البلهاء، عندما ننشر جميعا فيما بيننا روح التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. دائما أنا أقول بأن الاختلاف في العقائد لا يمنع من التعاون، الاختلاف في العقائد لا يمنع من التعاون، لأن الذي يحاسب على العقائد هو الله. أنا لست موكلاً بمحاسبة الناس، وإنما الله عز وجل هو الذي يحاسب كل إنسان على عقيدته وعلى قوله وعلى عمله. لكن هذا الاختلاف في العقائد لا يمنع من أن يتعاون المسلم مع غير المسلم، المسيحي مع غير المسيحي، ما دام هذا التعاون في أمور يحلها الله سبحانه وتعالى. نتبادل المنافع فيما بيننا. نحن ضد من يقول بتصادم الحضارات، نحن نقول دائما بتعاون الحضارات، الشرق يتعلم من الغرب والغرب يتعلم من الشرق والكل يتعاون. بهذا التعاون فيما بيننا في مصر بقلوب نقية وبأقوال طيبة وبمعاملة حسنة، بهذا التعاون نقوى، والقوي لن يضعفه الناس. أنا كثيراً ما أسمع بأن العدو الفلاني وهو اللي بيعمل كده، العدو الفلاني ده أنا أكون أقوى منه بتكاتفي وتعاوني مع أبناء بلدي، نكون أقوى منه. وزي ما بيقول الشاعر: أنا لا ألوم المستبد إذا تجبر أو تعدى، فشأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد. لا أؤمن بمسألة الدولة الفلانية وش عارفة، أنا مالي مقطعة تقطع الدولة الفلانية واللي يعرفها. أنا أكون قوي، أنا كمصري أكون قوي مع قداسة البابا، نتزاور ونتعاون، ولا يكاد يمضي شهر إلا منكن تقابلنا بالأجساد، بنتقابل بالتلفونات، مش كده برضو يا قداسة البابا؟ مش كده؟ إحنا نستطيع أن نتغلب على كل صعب ما دمنا فيما بيننا أقوياء. مدام هناك تكاتف بين أبناء الأمة يبقى في هذه الحالة تزداد الأمة قوة، وتزداد الأمة خير، وتزداد الأمة تعاون، وسنن الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وليس بلازم أن يرى الإنسان ثمار عمله في الآخرة فقط، لا، وإنما
يرى ثمار عمله في الدنيا ويرى ثمار عمله أيضا في الآخرة. فبالتعاون الصادق وبالمحبة الخالصة وبالقلوب النقية، عندما تنتشر هذه المعاني في الأمة بيننا جميعا من مسلمين ومن مسيحيين، سنن الله لا تتغير، بأن يزيدنا من فضله وأن يزيدنا من نعمة الرخاء ونعمة الأمان ونعمة الاطمئنان. ودائما الدعوة التي بنتضرع بها إلى الله عز وجل نقول: اللهم اجعل مصر لا تمد يدها إلا إليك. وشكرا. قداسة البابا، موقف قداستكم القومي من حظر دخول الإخوة المسيحيين بيت المقدس إلا بمرافقة أخيه المسلم إلى المسجد الأقصى من المواقف التاريخية المشهورة. نرجو من قداساتكم وفضيلة الإمام الأكبر وأنتم قمم الديانتين وضع آلية لوقف الموقف المتعنت من العدو الإسرائيلي بالاعتداء المتكرر على الأماكن المقدسة، ولماذا تمنع زيارة القدس للمسيحيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي؟ قداساتكم. المبدأ عندنا ده من زمان يعني، وما زلنا ثابتين عليه. وأفتكر إن أنا مرة كنت في بعض بلاد الشرق الأوسط وقيل لي من بعض الأشخاص يعني من قادة الدين يعني: انت موقفك لم يتغير ابدا، مع ان موقف ناس كتير تغير. بلاد القدس لها اهميتها عندنا كمسيحيين، اهميتها عند اخوتنا المسلمين. وافتكر اول ما وصلت أنا من سفري في الخارج سئلت عن موضوع المسجد الأقصى، وقلت لهم: لا نقبل إطلاقا أي اعتداء على المسجد الأقصى، له قيمته عند إخوتنا المسلمين من كل ناحية، والاعتداء على الأماكن المقدسة أمر لا يقبله أحد إطلاقا. وإزاي إسرائيل وأمريكا بتقول للحريات، فازاي يكسروا الحريات الدينية في هذا الأمر؟ إحنا لن ندخل القدس إلا معا باستمرار. قلت كده، أنا للآن لم يحدث إن أنا زرت القدس، وبرضه أحب أشتهي إن أنا أزور القدس، لكن قلت لا يمكن ان انا اخش القدس الا ايدي في ايد شيخ الجامع الازهر. وكلنا ندافع عن القدس، وكلنا ندافع عن المقدسات المسيحيه والاسلاميه، ولا نقبل الاعتداء على شيء منها. واتذكر ان اول مره القيت فيها محاضره من جهة إسرائيل كان سنة على ما أظن 65، يعني من 42 سنة، وكان أيام جمال عبد الناصر. وألقيت محاضرة في نقابة الصحفيين بدعوة من النقيب حافظ محمود، وكان صديقي جدا، وكنت أسقفا للتعليم في ذلك الحين، وطلع بيها كتاب اسمه إسرائيل في رأي المسيحية، وترجم إلى لغات عديدة، وأعتقد من أحدث الترجمات اللي ترجمت. إن سألوني في إيران للترجمة للغة الفارسية، فقلت لهم ما فيش مانع ترجموا للغة الفارسية. فإحنا من زمان رأينا هكذا في إسرائيل، ورأي يعني رأي الدين عموما، يعني مش رأينا احنا الشخصي، لا رأي الدين عموما. وسنظل متعاونين ضد الاحتلال الإسرائيلي لبلاد فلسطين، وضد الشهوات في التوسع فيما يسمونه خريطة الطريق وتغيير شكل الشرق الأوسط والآخر. كل دي احنا ما نقدرش نوقف عليه، بلادنا هي بلادنا، ولن نتنازل عن شبر واحد فيها
ولا حبة رمل، وربنا يكون معنا. قداسة البابا، بمناسبة التعديلات الدستورية، ما رأي سيادتكم في مطالبة أقباط مصر في الخارج، خاصة تعديل المادة الثانية من الدستور، وما رأي حضراتكم في تأكيداتهم المستمرة بأن هناك اضطهاد للأقباط في مصر؟ أنا بالصراحة يا جماعة عايز أقول لكم تعبير مهم أحب أن نعرفه جميعا. ما معنى كلمة أقباط المهجر؟ ما معنى كلمة أقباط المهجر؟ هقول لك حاضر أنا أقصد إيه. إحنا عندنا في أمريكا وكندا ما لا يقل عن 1,000,000 إبط هناك، وعندنا كنائس ما تقلش عن 150 كنيسة في أمريكا وكندا بس، غير الكنائس اللي موجودة في أوروبا. عندنا 2 أساقفة في فرنسا، وعندنا 4 أساقفة في المملكة المتحدة اللي هي إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا، وعندنا أسقفين في إيطاليا، وعندنا أسقف في ألمانيا، وعندنا أسقف وأسقف في النمسا، وعندنا كنائس كتير. هل كل دول نقول على عدد محدود في المهجر جمعيتين ثلاثة إن هم يمثلوا أقباط المهجر؟ طب وكل المئات الآلاف دي والملايين دي راحت فين؟ هم دول أقباط المهجر؟ ولكن ساعات الشخص اللي صوته عالي هو اللي يقول عليه هو يمثل الناس. مين قال إن دول يمثلوا الأقباط كله؟ ده أنا فاكر إن أول مرة كنت رحت كندا سنة 77، سنة 77 هم قيمة 30 سنة، بصيت لقيت واحد قبطي راح كتب مقالة في الجورنال: الآن يأتي إلى كندا رئيس الأقباط المضطهدين في مصر اللي جنسه نادي. يا بيه مين قال لك يا حبيبي؟ ما اللي أنا جاي أعمل إيه؟ والسفير بتاعنا قال لي: إيه رأيك في الكلام ده؟ قلت ما أقدرش أوافق على الكلام ده. وأفتكر إن أنا السفير بتاعنا في كندا عمل لي اجتماع مع كل إخواتنا القادة المسلمين هناك، وقعدنا كلنا نتكلم مع بعض في محبة كبيرة. لكن كذا واحد بصفتهم الفردية بيتكلموا ويقولوا إحنا أقباط المهجر. مين قال إن صوتهم ده يمثل كل أقباط المهجر؟ أكمنه صوت عالي؟ أكمنه وصل في الجرائد؟ نفس المشكلة عندنا صدقوني بتحصل في مصر. إزاي يطلع واحد يقول مؤتمر العلمانيين يكونوا 5-6 ولا 10 ولا 20؟ طب العلمانيين في الكنيسة عندنا يعني غير الإكليروس، يعني كل ملايين الأقباط دول علمانيين ما عدا 3,000 واحد أسيس ولا حاجة زي كده. يبقى هو دول اللي اتعمل مؤتمر العلمانيين، ولا 4-5-6 يبقى دول مؤتمر العلمانيين؟ وفي ناس كتير بيستغلوا حرية الصحافة في مصر ويقولوا فيها زي ما يقولوا، عشان البلد عنده حرية صحافة، وبالناس يلخبطوا في الصحافة ويقولوا اللي هم عايزينه برضو. وياما الرئيس مبارك قال لهم: يا جماعة مش أصول، مفروض مع حرية الكلمة يكون في نزاهة الكلمة. فكلمة أقباط المهجر أرجو إنها لا تفهم بهذا الأسلوب، يعني كل الأقباط اللي في المهجر. مين قال الكلام ده؟ طب إحنا عندنا مثلا، أنا عملت السيمينار للأباء الكهنة في أغسطس الماضي، حضروا 170 من الأباء الكهنة في أمريكا و10 من الأباء الأساقفة. دول ما يمثلوش كنائس المهجر. ودلوقتي طبعا ال 170 تلاقي بقوا 200 ولا أكتر. دول ما يمثلوش كنائس المهجر. وجمعيات تقولوا
كمان حاجة تانية عايز أقول، في أمريكا ممكن أي واحد يأخذ أي لقب وما فيش حد يقول له حاجة، يقول لك دي الحرية. واحد يقول الاتحاد العالمي للأقباط في المهجر، الاتحاد العالمي دي يطلع إيه؟ الجمعية دي من 5-6، لكن ياخد اللقب ده ما حدش يقول له أنت بتعمل إيه. واحد يقول أنا مدير المعهد الأرثوذكسي، ما حد يقول له أنت بتعمل إيه، وجايز له في معهد ولا حاجة. لكن كل واحد بيقول ألقاب زي ما هو عايز، زي ما هو عايز. فنأخذ كل حاجة بحرص، وتعبير أقباط المهجر مفروض أن هو يؤخذ بدقة من هم أقباط المهجر. تمام. زي مثلا مرة طلبت في الكلية الحربية عشان يسألوني عن إيه المسيحية الصهيونية، قلت لهم ما فيش حاجة اسمها مسيحية صهيونية، المسيحية دي ديانة مالها بالصهيونية، لكن في بعض المسيحيين بيمشوا مع الصهاينة في أمريكا، ودول إحنا ملناش دخل بيهم وملناش علاقة بيهم، ومتأثرين بهيئات زي شهود يهوى وزي السبتيين الأدفنتست وزي غيرهم، لكن نحن لا شأن لنا بالعنصريين دول، ملناش دعوة بالمسيحية الصهيونية، إحنا لا نؤمن بالصهيونية. إن وجد بعض أفراد يبقى يقول لك المسيحية الصهيونية، يجي مرة واحد قبطي يروح بعت جواب مش عارف لمين من بتوع اليهود ينشره في الجرائد، الأقباط بيتصلوا باليهود، مين الأقباط؟ فرد وسط مئات الآلاف، فرد يمثل نفسه، ده يمثل للمجموع كله. فياريت هذه الكلمات تؤخذ بحرص وبتدقيق، ولا ينسب للأقباط اللي في المهجر كل ما يقوله عدد محدود جدا جدا جدا، وأنا أعرف هذا جيدا يعني، وياما وبخت البعض. كنت موجود في أمريكا الشهر اللي فات، وبعدين واحد قابلني برضو من زعماء النزول، قال لي إحنا بنجاهد علشان تغيير المادة الثانية في الدستور. قلت له يا حبيبي أنت ملك بالحاجات دي، أنت عايز تعمل لنا شوشرة في مصر وردود الفعل عند المسلمين تبقى إيه؟ سيب دي للدولة هم يتصرفوا مع بعض، إحنا مالنا بالحاجات دي. لكن هو فاكر أنه يبقى بطل ويقال عليه البطل اللي بيحارب المادة الثانية في الدستور. بطل إيه؟ تزعيق وكلام ولا يأتي بنتيجة. وقولوا له كل اللي عملوا هؤلاء الناس إيه النتيجة اللي جابوها؟ ولا حاجة. إحنا كأقباط في مصر كل حاجة بنورتها بالعلاقة الطيبة مع الدولة وبالتفاهم الطيب، وبدون شوشرة لا في الجرائد. عمركم شفتنا قلنا في الجرائد حاجات من النوع ده؟ ما حصلش. لكن إحنا بنتفاهم بمستوى طيب مع أولي الأمر، وعندنا إحنا نحترم أولي الأمر منا. والكتاب بيقول رئيس شعبك لا تلعن ولا تقل فيه سوء. لكن في ناس دلوقتي الحرية تخليهم يتجاوزوا كل الخطوط الحمراء ويشتموا شرق وغرب وفي كل الرموز. ليه؟ بيستغلوا حرية صحافة. بنشكر توضيح حضراتكم قداساتكم. فضيلة الإمام الأكبر، رأي سيادتكم فيما يحدث الآن في المسجد الأقصى؟ دور الأزهر بالنسبة لما يحدث في المسجد الأقصى، في اليوم الأول من حدوث الإساءة إلى المسجد الأقصى اجتمعنا مجمع البحوث وتدارسنا الموضوع وأصدرنا بيان، طالبنا في مجلس الأمن بصفة خاصة باعتبار أن مجلس الأمن صاحب القرار الحاسم في الموضوع، فطالبنا مجلس الأمن وطالبنا
المنظمات الدولية بكاملها أن تقف إلى جانب إخواننا في فلسطين وأن تمنع إسرائيل بالقوة من مواصلة هذا العمل الإجرامي الذي يتعلق بالمسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين، وبيوت الله عز وجل يجب أن تصان ويجب أن تحمى من أي عدوان عليها. دور الأزهر في الحد من اللي احنا بنشوفه في وسائل الإعلام ساعات بيسيء لأولادنا الصغيرين في التربية، أو دور الأزهر أن يبين أن يعني الفجور والتحلل في أي أمة من الأمم يؤدي إلى انهيارها. دور الأزهر أن يبين بأن الأمة التي يكثر فيها عدد الذين يعتنقون الفضائل، الأمة التي يكثر فيها عدد الذين يعشقون الطهارة ويعشقون العفاف ويعشقون فضيلة الحياء ويبتعدون عن الكل ما يتنافى مع مكارم الأخلاق، الأمة التي هذا شأنها لا بد أن تنجح ولا بد أن تقوى ولا بد أن يسودها الخير. أما وسائل الإعلام إذا تمادت في نشر الفضائح وفي نشر الأقوال الباطلة والأفعال الشائنة فنحن ننادي ونقول لهذه الوسائل كفوا عن ذلك، لكننا لا نملك سوى التبليغ وسوى النصيحة، لكن الذي يملك المنع والتنفيذ الجهات المسؤولة في الدولة هي التي تملك. احنا كل ما نملكه النصائح لكن لا نملك التنفيذ، التنفيذ يكون على الجهة الموكلة بالتنفيذ، وهذه هي وظيفتنا، ونتعاون مع الكل من أجل أن تسود الفضائل في المجتمع. والقنوات الفضائية التي يعني تعشق نشر الرذائل والعياذ بالله هذه هي معول هدم لا على نفسها وإنما على الأمة بأكملها، ويجب على الأمة أن تتكاتف جميعا في عدم نشر هذه الأمور التي تتعارض مع مكارم الأخلاق. وشكرا. احنا الاول بنشكر كل اللي شرفونا النهارده، وبشكر قناه اوربت وقناه الخامسه وقناه اغابي على مشاركتهم. نشكر سياده اللواء المحافظ عادل لبيب ومحافظ المنطقه الروتاريه، فضيله الامام الاكبر الشيخ محمد السيد طنطاوي وقداسه البابا شنوده، واسمحوا لنا ان احنا بتكريم بتقديم درع النادي. فضيله الامام الاكبر الشيخ محمد السيد طنطاوي. بابا شنوده الثالث بابا الاسكندريه.